هبقى انا في الطريق. ما انت عارفه ان السواق باص الشركه دي اتكلمت كده في ميعادنا بيتكلم. هي دي اخر محادثه ولسه فاكره كل حرف، حتى ال 100 جنيه اللي سابها لسه شايلاها في الظرف، حتى مكنه الحلاقه لسه محطوطه في مكانها، حتى ريحته في الهدوم لسه مليانها كيانها، لسه مستنيه تسمع على السلالم صوت خطاه او يخبط لما ينسى ياخد المفتاح معاه، او خناقهم لما شافت في الرسايل معجبات اصله على الفيس كانوا صفحه بيدون فيها اللي فات. لسه فاكره فرحته بالزياده في المرتب، لسه فاكره ربكته لما بيداري ويكتب اصله لما كان بيزعل ووشه كان بيبان عليه، كان بيرفض ان قلمه تعرفه وتشاركه فيه، كان بيعتبرها بنته من حنيته في ظهره، بس دلوقتي كل فين وفين لو حد ظهره، اصل هي مش بطولها بس، في ايمان واروى توأم، وكل يوم استنوا يرجع وانتظاره مر علقه، بعد منه كله عايز المقابل للمساعده، حتى عين مرات اخوه خوناها وهي قاعده، حتى ساعة الصيدليه فكر يتجرأ عليها، حتى موظف المعاش برضه تاني لمس ايديها، لسه فاكرة حمايته ليها لما اتخانقت ويا اخوها، لسه فاكرة لما كان ابوها يوم وفاة ابوها كان حنين، حتى ممكن صوت عياطها يجرحه، كان يشوفها تحط الرش يقول لها انا همسحه، اصله كان بيغير عليها، حتى بيغير من هدومها، بس دلوقتي هدومها لونها اسود، لون همومها، كل حاجة لسه عايشة فيها إلا روحها بس، والحياة بقت معادلة بس فيها الحزن أس، وكل حاجة أس حزن تبقى سجن، وده القانون، هي عايشة في سجن حزنها وسجن العيون، كله عاوز منها ليلة وفيها الطمعانين كتير، وهي عمرها ما شالت صورته من جنب السرير، لسه حتى حط المصحف اللي تحت مخدته، أصله كان بيحب يقرأ فيه ويدعي لجدته، وكان مواظب على الصلاة وكان بيكره الفساد، وهو ده سبب فراقهم واللي طول البعد، هو أصله ما كانش ناوي يسيبها بس هيعمل إيه؟ كان في وسط أصحابه لكن عزرائيل باصص عليه، وفي ثانية واحدة كل شيء كل شيء من غير ما تفهم هدها وسابها على أول طريق عدنا تمشي لوحدها، وكل ما الطريق يضيق عليها تلتفت تحن تقوم تقلب في الصور على موبايله، وفجأة ألو؟ ألو مش منزل أستاذ محمد؟ أيوه هو فعلا، بس حضرتك نقول له مين؟ يا ست قولي له صاحبك اللي سافر من سنين، الحمد لله على السلامة، بس حضرتك وفاة محمد كانت من يناير في الشتاء قبل اللي فات، صوت سكوت ريحته موت ثم عزاها السكات، والخط اتقفل ما بينهم وهم بيصطنعوا السماء، ولسه مش مصدقين ان محمد من سنين اللي عايش جوه منهم خد رصاصه ثوره مات.